مستمرين معاكم في الاهلي في كل مكان، ومنورني ومشرفني نجم مصر ونجم النادي الاهلي الكابتن كبير كابتن ياسر ريان. اهلا بيك نور يا كابتن، بنورك والله. اتاخرت عليك انا شويه معلش، وانا بحب كده وانت على وقت تبقى سعيد ومبسوط. لازم اتبسط لما اشوفك. طبعا الله يكرمك. عامل ايه؟ الحمد لله رضا والله. كله تمام؟ الحمد لله. طب نرحب بيك بقى على طريقتنا. اتفضل. ماشي، نطلع فضل. نشوف تقرير صوتي عن الكابتن الكبير ياسر ريان ونرجع لحضراتكم على طول. لا تزال جماهير الأهلي تتذكر جيدا هذا اللاعب القصير صاحب السرعة الخارقة والمهارة العالية. قد تغنت به الجماهير لسنوات طويلة، كانت مراوغاته للمنافسين مثار إعجاب وتقدير. ياسر ريان الذي ظل نجما مهما بصفوف الأهلي خلال 10 سنوات كاملة قضاها داخل الفريق الأول بالقلعة الحمراء، وذلك بعد فترة طويلة مع نادي المنصورة حينما بدأ مشواره مع كرة القدم وصعد للفريق الأول وعمره 17 عام ليلعب مع المنصورة بالقسم الثاني والدوري الممتاز، ليتألق بشدة ليصبح من أهم لاعب الأقاليم بالرغم من صغر سنه. نجح ياسر ريان في الانضمام لصفوف منتخب مصر الأولمبي، وهو لا يزال لاعبا بالمنصورة برغم قوة لاعب الأهلي والزمالك والإسماعيلي خلال تلك الفترة. شارك في أولمبياد برشلونة عام 92، وخلال تلك الفترة كاد أن ينتقل للزمالك بعدما تلقى عروضا مغرية آنذاك، لكن اختار اللعب للأهلي بمجرد التفاوض معه ووقع على بياض بعد جلسة قصيرة مع صالح سليم. حصد ياسر ريان 17 بطولة مع الأهلي ما بين الدوري والكاس وبطولة إفريقيا والبطولة العربية وغيرها. وعندما رحل من الأهلي عام 2002 انضم لفريق إمبي ليلعب موسمين فقط قبل اعتزال الكرة. اتجه بعد ذلك لمجال التدريب. كان ياسر ريان أحد أهم النجوم للدوري المصري خلال منتصف التسعينيات، وصفه البعض بأنه أفضل جناح على الإطلاق. نال شرف الحصول على بطولة أمم إفريقيا 98 ببوركينا فاسو تحت قيادة محمود الجوهري، لكنه يعتبر بطولة العالم للقارات هي الأسوأ في تاريخه الدولي. نجمنا اليوم هو والد الهداف الواعد أحمد ياسر ريان، الذي يتنبأ له الجميع بمستقبل باهر. ياسر ريان يكشف الكثير من الذكريات في حوار مختلف في ضيافة الأهلي في كل مكان. أهلا بحضراتكم، نورنا نبي كابتن ميدو. الجوان عجبتك شكلها. بس انت قلت لا انا جايب الجوان كتير. مش عايز اتكلم بس اقول لك على حاجه. حلو. لا بس في النادي الاهلي الميزه في النادي الاهلي كل واحد بيبقى ليه مهام معينه. يعني وانا في نادي المنصوره انا كنت بجيب اجوان، ليه؟ ما كنتش مرتبط بالناحيه الدفاعيه قوي، لكن مع النادي الاهلي وانت بتلعب على بطوله وبتلعب على حاجه معينه من النادي الاهلي ما بيبقاش المركز الثاني، فانت متعود ان انت مضغوط على طول. ففي وقت من الاوقات انت ما بتبصش ان انت تجيب جون، انت بتبص ان النادي الاهلي يكسب وخلاص، مين يجيب الجون ده ما بتفرقش معانا يعني. عشان كده كانت الاجوان بتاعتك مش هنقول كتير قوي. لا بس انا يعني كان يعني الحمد لله عملت يعني ليا في صناعه اهداف كتير، يعني كتير عملت طبعا كتير طبعا جدا الحمد لله طبعا. يعني لكن كان في ناس لها دور، كابتن حسام حسن كان له دور، وقت من الوقت علي ماهر كان له دور، كشري كان له دور، كابتن محمد رمضان له دور، فيليكس كان له دور. يعني انا بديك مش عايز انسى حد من اللي هو كان موجود معانا. بيبقى الفراد ده هم اللي بيبقى عليهم التركيز اكتر. انت بتلعب هاف ممكن وباك ممكن يجيب جون بس مش مطلوب منك الاهداف. طب ما تيجي تقول لي كده بصراحه بقى، احنا خلاص بطلنا كوره من زمان. يعني اكتر واحد كنت بتحب تعمل له كروسات هو طبعا حسام حسن. حسام طبعا يعني بمزاجك ولا بالعافيه؟ لا 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 حسام لا. على فكره حسام بيعرف انت هتلعب الكره فين. خلي بالك بكلمك بامان، احسن لعبت مع كابتن حسام في المنتخب ولعبت معاه في النادي الاهلي لفتره طويله، فانت خلاص هو عارف انت هترفع على القريبه ولا على البعيده. فدي بتبقى برضو ذكاء من الفرود، فده كان بيمتاز بيه حسام حسن. عشان كده وبرضه ما انساش برضه كابتن ايمن شوقي. في فراودة جون في الوقت اللي احنا كنا فيه كل واحد بقى ليه ميزه. يا اكتر واحد عشان انا متعود العب كورسات، فاكتر واحد مين اللي كان بيستفاد بالكورسات في الوقت ده؟ كان كابتن حسام حسن.
مش ليه ايمن شوقي عنده ميزه الكره طالعه من الجون يتلاقي يعني محمد رمضان يجيب لك جون من يعني من اقول لك من اين من مفيش محمد رمضان يعني الماتش في روح كده تلاقي محمد رمضان خلصنا في الماتش حتى لو انت ادائنا مش راضي الجميع يعني لكن كل واحد في النادي الاهلي ليه مهام يعني انا مهامي او انا او الناس اللي في النص الملعب مش مطلوب نجيب جوان تمام احنا بنبقى سعداء جدا لما راس الحرب عندنا بيجيب جوان وبيطلع هداف الدوري او هداف بطوله تفتكر شكل ادائك في الفتره اللي لعبت فيها كوره اه طبعا والفتره دي كان ممكن يتغير الفتره دي للاحسن ولا للأسوأ لا انا بالايجاب ولا بالسلب لا انا طبعا احسن انا في حاجه الحمد لله ميزه ربنا اعطاها لي اللي هي السرعه لعيب الكوره طالما عندك قوه وسرعه تمشي مع الاجيال كلها لا انا مش لو انا لعيب مهاري بس مهاري ممكن ما كنتش اتناسب مع العصر اللي موجود حاليا لكن السرعه عندي فالسرعه موجوده هتفضل طول عمرها في كره القدم اكيد فانا السرعه موجوده عندي يعني انا اللي كنت بمتاز في الوقت ده ايه ما كانش في حد في جيل التسعينات سريع قوي يعني كنت انا وممكن برضو علي ماهر بامانه يعني علي ماهر كان برضو عنده السرعه انا قصدي في ايه انا قصدي في تطوير خطط اللعب ودلوقتي الجناح بيدخل مكان الفرود وبيطلع يرجع يدافع وتلاقيه جاي من العمق وتلاقيه ملوش مكان مظبوط دي كانت ممكن تخدمك في طريقه لعبك انت وشكلك انت كياسر لا انا لو الزمن يرجع بيا او ابقى موجود دلوقتي مش هلعب باك ليفت انا العب الجزء الامامي انت بس يعني انت لعبت الجزء الامامي كتير برضه احيانا بعض الاحيان يعني كام في الميه وكام في الميه لا انا ما لعبتش 20% انا كل الماتشات اللي لعبتها كان محمد عماره بيلعب ورا باك ليفت وانا اوف ليفت في بعض المباريات ليه بقى انا ضغطت المدير ان الفنيين اللي مسكوا في الوقت ده النادي الاهلي كان محمد عماره موجود والكابتن مجدي طلبه موجود وما فيش غير اللي انا لا يلعب باك ليفت وطبعا الكابتن محمد عماره موجود انت عارف اي لعيب النادي الاهلي برضه في بعض الاحيان ما بيجي نشتري لعيب بيبقى ليه تواجد في الاول لازم يبقى ليه تواجد فانا مع الحمد لله مع شغلي في التمرين وكنت مصمم ان انا ابقى موجود في ال 11 بقى يشوفوا لي المكان اللي هو طب نستفاد من ياسر بايه؟ راجل بينزل في الماتشات يبقى كويس بيبقى احتياطي وينزل بيأدي بتمرن كويس ما بقى بره ال 18 يعني انا مش عاطي فرصه اللي حد يقول لي ما بتمرنش كويس فالوقت اللي كان محمد عماره بيلعب ورايا باك ليفت وانا بلعب قدامه هاف ليفت كان دي من احسن ماتشات ليا ليه بقى؟ أكيد. بيلعب ورايا باك ليفت اساسي وانا باخد الجزء الامامي فانا برتاح بدل ما اخد الكوره من حارس المرمى وازيد انا باخدها من نص الملعب واكمل فدي كانت فارقه معايا قوي فالوقت ده لو رجع بيا لا هلعب هاف ليفت او العب جناح حسب الطريقه اللي هي بتتلعب دلوقتي 4-2-3-1 العب طرف من الطرفين عشان كده سالتك لو قيمت تجربتك الكرويه ايه اللي طلعت بيه؟ لا انا طلعت بحاجات كتير يعني اولا انت راضي عنها؟ اه طبعا الحمد لله بنسبة كام؟ بص يا كابتن ميدو بنسبة كام؟ يعني انا بنسبة على الاقل 85% انا مش معايا يعني 85% راضي ليه بقى؟ في فترات يعني انا كنت مع النادي المنصورة مش مطلوب مني مهام معينة نكسب ماتش نتعادل ماتش نخسر ماتش احنا عايزين نقعد نتكلم هكلمك عن كل تجاربك انا بكلمك في العموم في الاول في العموم لكن 85 ليه؟ انا في اوقات انا تخاذلت مع نفسي انا لو جيت تصرحني بقول لك تخاذلت من ناحيه ايه يعني مثلا تواجد منتخب مصر ممكن نبقى مطلوبين احنا لاعبي النادي الاهلي نبقى مطلوبين ممكن انا مش عايز اسافر السفريه دي ببقى اعتذر بالشكل ايا كان مصاب تعبان لا انا مجهد عملت كده فعلا عملت طب ليه؟ مش عملت علشان حاجه انت عارف لما بتبقى عندك ماتشات ضغط بطوله دوري يعني انت كنت بتعمل كده عشان ماتشات النادي الاهلي لا مش عشان ماتشات النادي لا في وقت من الاوقات انا تعبان مجهد مش عايز فانت عايز تريح ولو اسبوع تمام. فالاسبوع ده ممكن بتلعب مثلا منتخب مصر بيلعب ماتش ودي او بيلعب ماتش في تصفيات افريقيا مش معسكر انا مفيش معسكر لمنتخب مصر او منتخب مصر عسكري او منتخب مصر الاولمبي انا سبته الحمد لله بس ممكن يكون ماتش من الماتشات يعني عندنا ماتش مثلا تصفيات افريقيا عندنا ماتش ودي في مع منتخب مصر ففي حاجات كانت بتبقى زعلان اللي انا عملتها مش ندمان ولا حاجه بس ايه ليه انا عملتها يعني اكتر حاجه قصرت في حق نفسك فيها هي دي اللي هي مثلا مش انا يعني دي بتبقى موجوده اغلبيه ما عندنا في العاب الاهلي داخل في بطوله الدوري وبطوله الكاس وبطوله افريقيا وبطوله العربيه فبيبقى انت مضغوط على طول فما بتيجي مثلا ماتش ودي المنتخب بتبقى عايز تريح فالمنتخب ما بيديلكش العذر فانت بتبقى عايز تدي اي سبب اللي انت تبقى بس ولو اسبوع
فعشان كده نسبه اللي انا تديني كام 85%. ليه؟ الحمد لله برضو انا شاركت مع منتخب مصر الاولمبي، شاركت مع منتخب مصر العسكري، شاركت مع مع منتخب مصر في امم افريقيه سواء تصفيات، لعبت اولمبيات، لعبت مع النادي الاهلي طبعا بطولات دوري وكاس وبطولات عربيه وافريقيه الحمد لله. كان يعني ما ينفعش ادي لنفسي حتى 86، هي 85 بالنسبه لي الحمد لله راضي عنها تماما يعني. تمام. ايه اللي كان نفسك تعمله يا كابتن ياسر وما عملتوش؟ الاحتراف. الاحتراف يعني دي برضو فرقت معايا. يعني انا من حبي للنادي الاهلي، وده طبعا انا مش معنى كده انا بقول لك انا كان نفسي احترف، لا، حبي للنادي الاهلي ده طغى. اللي انا جالي سفرات كتير، جالي الهلال السعودي، جالي كايزر ستاوتر مع كابتن سمير كمونه، سمير كان موجود في الوقت ده وكانوا طالبيني، بس كابتن ثابت الله يرحمه قال لهم نخلص سمير وبعد كده نطلب ياسر. جالي فرق كتير قوي في اوروبا، جالي نادي اراو في سويسرا ورحت قعدت اتعشت هناك اسبوع بس ما قدرتش. ليه؟ انا واخد على الجو اللي هو جمهور الاهلي، وانت عارف عظمه جمهور الاهلي والنادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي وحب الناس، كل ده كان فارق معايا. فانا ما كنتش اقدر استغنى ان انا امشي من النادي الاهلي حبا في النادي الاهلي. لو جيت تقول لي انت استفدت ماديا، لا، استفدنا مش في الاول. اللي بيستفاد من النادي الاهلي طول ما انت متواجد في النادي الاهلي انت بتستفاد. على فكره مش الاستفاده الماديه اللي انت تاخد فلوس مع تاخد فلوس، لا، الاستفاده الماديه اللي انت بتكرم في اي مكان انت بتروح. يعني اي مكان انت بتروح انت تلاقي مش ياسر رن الاحترام لاي لاعب نادي كذا، ياسر رن لاعب النادي الاهلي. بس اهم حاجه تكون الحاله بينك وبين الجماهير حاله مرضيه. لا طبعا للجماهير ده رقم واحد بالظبط. يعني انا لو مش محبوب عند الجمهور او الناس مش في قبول، لا، انا مش هتبقى كويس. وبعد ما امشي من الكوره وبعد ما امشي من النادي برضه بزال ببقى سيب بصمه مش كويسه، فدي بتبقى برضه. عشان كده احنا بنبقى ننصح اللعيبه الكويسه، ليه؟ نقول له خلي بالك هيجي وقت من الاوقات الناس هتبعد عنك، هتيجي وقت من الاوقات الناس مش هتصور معاك، هتبقى وقت من الاوقات الناس مش هتسلم عليك. طب لو كنت الايام دي وجالك حاله وجالك عرض احتراف بره مصر، بره مصر النادي الاهلي مش هيقول لي لا، طالما حاجه النادي الاهلي على فكره عرض احتراف بره يعني مصر. انت بص انت يعني انا كنت سامع وبتداول موضوع عبد الله السعيد واحمد فتحي كتير قوي في على الساحه، هما يعني الناس خرجت من النادي الاهلي، ما ينفعش ننكر ده. وناس ادت للنادي الاهلي وناس جابت بطولات للنادي الاهلي، اكيد ما نجيش بعد ما يعمل كل ده. وانا عارف اداره النادي الاهلي وتعايشنا معاهم وتعايشنا واحنا لعيبه، هو انا ازعل بس من عبد الله السعيد واحمد فتحي لو لعبوا هنا في مصر. انت تزعل وهما مش هيعملوها. انا بقول لك اهو. طب وتزعل ليه؟ لا ما زعل، ما ينفعش التاريخ. لا ده تاريخ. طب ما انت دلوقتي بتقول ان هما يعني لا عملوا بص يا ميدو، انا هكلمك، انا هكلمك دلوقتي بلسانك وبلسان جمهور الاهلي. جميل. تمام. انت بتقول ان هما هيطلعوا يحترفوا. وانا معاك، احترفوا بقى بره، احترفوا جوه طالما رافض. لا انا لا انا سنه لعيب برضه. انا هقول لك انا باللغه الاحترافيه البحته وانت قول براحتك. اتفضل. انا بتكلم في اللغه الاحترافيه البحته. هما دلوقتي رافضين، هنقول مثلا رافضين ان هم يكملوا في الاهلي، فعايزين يطلعوا يحترفوا علشان مقابل مادي اكبر بكتير سواء جوه مصر او بره مصر. لا ايه بقى، ما اقدرش انا اقول لا جوه مصر انا عاتبهم. تمام. ما ينفعش بعد التاريخ ده اللي هو عمله في النادي الاهلي والبطولات والانجازات وهو مش هيعملوها. انا اللي بقول لك وعلى مسؤوليتي. تمام. انا بكلمك في، احنا بنتكلم في كل حاجه. لا ما انا بقول لك على مسؤوليتي مش هيعملوها. هو ممكن يكون في كلام بيتقال من انديه اخرى اللي هم انا عايز عبد الله واحمد ماشي يقولوا، لكن عبد الله واحمد انا عارف مش هيعملوه. لكن هو هيسافر بره، ان ما يسافر ما فيش مشكله، يشوف طموحاته برضه. هو بيبص على حاجه معينه، سنهم برضه هما شايفين اللي بعد كده مش هيبقى فتره طويله، ممكن يقول لك ده اخر عقد ممكن اعمله في حياتي. تمام. ممكن تمام. مفيش مشكله. تمام. لازم يدوا عرض مشروع مليون في المية. لكن اقول لك بقى انا بلسان جمهور النادي الاهلي يقول لك طب واحنا حقنا احنا فين عليهم؟ لا ما هو يبدو، لا اصل انت بتتكلم على لعيب مش لعب سنه واثنين ومشي. ماشي. هقول لك برضه احنا داخلين في افريقيا، انا بكلمك بلغه الشارع. احنا داخلين في افريقيا وعبد الله السعيد بقى النادي الاهلي ما بيقفش على حد بقى مهم. لا معلش انا بكلمك وانت جاوب للناس برضه. انا بقول لك انا بجاوب للناس. برضه النادي الاهلي بيقف على حد. نجم كبير زيك يتكلم برضه، انا قلت الكلام ده بس برضه لما نجم كبير زيك يتكلم. لا مش تقليلا فيهم، لا طبعا هم ناس مؤثرين، بس انا بقول لك مش النادي الاهلي. احنا قلنا كان في اساطير في النادي الاهلي. ما انا بقول لك مش النادي الاهلي اللي هيقف على ايا كان مين بالظبط. ليه مش تقليلا برضه في اللعيبه؟ اللعيبه الناس الجماهير زعلانه ليه منهم؟ اقول لك طب احنا حقنا عليكم فين؟ بس ده لغه الجماهير. معلش بس انا برضه احنا عندنا بطوله افريقيا جايه وعبد الله السعيد دلوقتي ما شاء الله عليه، واحنا كنا في ظهر عبد الله السعيد وكنا في ظهر احمد فتحي، ولما احمد فتحي بكلمك بقى في العموم، ولما احمد فتحي طلع احترف وكان راجع واحنا برضه رجع فين؟ رجع الاهلي. معلش لا معلش هو رجع فين احمد فتحي؟ رجع النادي الاهلي. ايوه رجع الاهلي. انا بقول لك انا بكلمك في كده. خلي بالك اللي بيلعب في النادي الاهلي صعب يلعب في اي نادي طبعا في مصر، بتبقى صعبه قوي. انا بكلمك في كده دور الجماهير في المساهمه هم عشان بيحبوه.
بس هم لازم يعرفوا برضو اللي هم المرحله السنيه اللي هم فيها. هم على فكره قلنا الكلام ما يقدروش يعني. الناس بيقولوا يا جماعه احنا مسافرين ايا كان ايا كان الاسباب بتاعتهم، وهي اكيد اسباب ماديه لازم برضو معترض ايا كان هيروح فين. لكن احنا مش عايزين نخلي الناس دي تاريخها، لا الناس دي عملت تاريخ وانجاز في النادي الاهلي. والناس انا عن نفسي بتكلم بقى في اللي انت اتكلمت فيها يا كابتن ياسر. انت قلت دلوقتي انا عملت بعد النادي الاهلي، بعد ما بطلت كوره انا عملت، وانا قلت لك اهم حاجه الحاله المرضيه بينك وبين الجماهير. مظبوط. هل هيبقى فيه بينهم وبين الجماهير حاله مرضيه بعد الحاله اللي احنا فيها؟ طبعا. انا شايف ان الناس يعني الناس بتبص على مرحله ليهم مش اهم. انا بص النقطه هلف وارجع بيك اقول لك اهم حاجه عندي عشان تاريخهم ما يلعبش الاحترام لاي نادي في مصر. لا استحاله. انا بقول لك انا عشان كده لما يجي يسافر بره او هو بيبص لحاجه عنده ولاده وعنده اسرته، وبرده بعد ما يبطل ما هيعمل نفسه هيلعب يشتغل في التدريب هيشتغل في الاداره ممكن يبعد عن المجال ما تعرفش. فهو ما بيجي يامن مستقبله وبيامن ايا كان مستقبل بالنسبه له. يعني احنا ممكن حسب الدخل المادي بتاعه ممكن يكون عنده يعني ارتباطات كتير او التزامات كتير. فاحنا مش عايزين نتكلم في الموضوع ده، الموضوع ده يخصهم. والناس دي في الاول وفي الاخر لازم احنا نشكرها. انا بقول لك اهو احنا انا بكلمك بالنيابه عن الجمهور، او انا من واحد من الجمهور، انا مش ياسر ريان النادي، لا انا بكلمك واحد من الجمهور. الناس دي اسعدونا، الناس دي كانوا رجاله في يوم من الايام، الناس دي جابت بطولات النادي الاهلي، الناس دي عملت كل حاجه كويسه، والنادي الاهلي كمان هم استفادوا من ورا النادي الاهلي نجوميتهم وشهرتهم وي. فالموضوع بقى هو لعيب في النادي الاهلي زي اللعيب في اي نادي تاني؟ لا طبعا خلاص. بس احنا مش عايزين ايه، طالما واحد او لعيب شايف حاجه بالنسبه له مناسبه ليه ومش هتضرني انا كنادي اهلي، مش هتضرني انا بقول لك نادي الاهلي. الدليل عبد الله السعيد مش تقلم فيه. عبد الله السعيد احنا في الدوري تقريبا في 4 أو 5 ماتشات كان مصاب وما لعبش، لان النادي الاهلي كسب. ايوه يا كابتن احمد، انا بقول لك اهو النادي الاهلي ما بيقفش على اي مكان. بيبقى نتكلم على احنا قلنا عبد الله السعيد في قيم كبيره جدا، والجماهير عارفه ان هم قيم كبيره جدا، والجماهير بس يعني مجرد خاطر بس، هو حب بس حب. لكن احنا بنقول يعني انا كياسر اتمنى اللي يبقوا موجودين مع النادي الاهلي، وهم اضافه قويه جدا لينا كنادي اهلي. وبرضه النادي الاهلي هم وعارفين كده كويس النادي الاهلي بالشهره والنجوميه، النادي الاهلي عملهم كل حاجه، والناس على فكره معترفين بالكلام ده. لكن احنا بنبص، هم بيبصوا على حاجه احنا مش شايفينها، ما احنا برضه مش متعايشين معاهم. هم عايزين ايه وشايفين ايه، ده حاجه تخصهم هم. نتمنى ان شاء الله الحاجه اللي هي ترضي النادي الاهلي وترضى عبد الله واحمد فتحي. طب انا هقفل معاك بحاجه عشان نقفل القصه دي. الحضري لما طلع احترف وخد فلوس كتير تمام، بعد كده رجع عايز يرجع النادي الاهلي. لا معلش، موقف الحضري غير موقف عبد الله. ايه بقى انا فاكر الحضري اصلا يعني لا انا بكلمك في الهدف، سيبك من الطريقه. لا معلش، لا النادي الاهلي يهمه، لا انا يهمني كنادي الاهلي وانا عارف اداره النادي الاهلي يهمها ما يطلعش بالشكل اللي هو اللي عصام عمله. لا الشكل اللي عصام عمله احنا ما نرضاهوش. ما ينفعش انا اصحى الصبح اقول انا مش فاهمني انا بكلمك في الهدف المادي. لا ما هو الهدف المادي ده خلاص احنا متفقين عليه واحد. أيوة. بس انا بالرغم من الحضري خد فلوس كان نفسه يرجع. لا معلش لا. طب هل لو كان الحضري رفض التوقيع النادي الاهلي وطلع احترف بره وخد فلوس كان هيرجع النادي الاهلي والنادي الاهلي هيرحب بيه؟ بص حسب الموقف، في ناس ما حسام غير يحترف قبل كده ورجع تاني النادي الاهلي. لا حسام رجع النادي الاهلي بس ما يعني يلا مش عارف. لا انا مش عايز اديك موقف عصام مختلف تماما. لا أنا موقف عصام مختلف تماما. مختلف تماما. نفسه ان انا جمعت فلوس كتير بس انا النادي الاهلي هو الاهلي، هم عارفين ايه هم الأهلي. ما هم عارفين عشان كده كان عايز يرجع عشان يختم حياته فيه. ماشي بس برضه رجع. واي لعيب رامي ربيع سافر ورجع. انا هديك امثله، واحمد فتحي نفسه سافر ورجع. طب غير الاحتراف كان نفسك في ايه تاني؟ لا يعني دي اكتر حاجه كانت مقصره معايا. بس حبا في النادي الاهلي قلت لك، والنادي الاهلي طبعا خيره بعد ربنا سبحانه وتعالى عليا، وهو منتخب مصر طبعا ومنتخب عسكري، فكل ده كان مخليني الحمد لله انا راضي بحياتي اللي انا عشتها وانا بلعب كوره. والحمد لله ما فيش اي حاجه، انا قلت لك اللي كان ناقصني في حياتي هي الاحتراف. انا كنت احترف بره وفي انديه يعني تكون مؤسسه انديه تكون اوروبيه علشان كنت اقدر اخد تجربه اوروبيه ثانيه، فبرضه الظروف اللي خلتني برضه ابقى متواجد مع النادي الاهلي. تمام. انت لعبت ضد الاهلي؟ طبعا مع المنصوره. وفي امبي؟ وفي امبي لا نزلت الشوط الثاني وانت كنت موجود معانا. نزلت تقريبا كان الاهلي وامبي في الكاس. خسرنا 1-0. نزلت حتى جبت كره في العرض. في العرض. انا فاكر الكره دي. لو كنت جبت جون. ما انا جبت قبل كده قلت لك وانا في المنصوره. لا في امبي وانا في المنصوره غير لما تروح الاهلي. بص يا امير
وبقى عرفت الاهلي ولعبت ضده. لا انا انتمائي للنادي الاهلي ده خلي بالك يعني. لا حبك بقى. او حب للنادي الاهلي وانتمائه. اصل الحب اكبر من الانتماء. الاثنين مع بعض. كنت انا بحب وبنتمي والنادي الاهلي ده يعني كانت انا مضيت للنادي الاهلي بدون مقابل اصلا. لعبت للنادي الاهلي. طب خلاص انت اجبرتني ان احنا نرجع بقى لتحت بقى. نرجع بقى لياسر ريان في المنصوره والدنيا مقلوبه على ياسر ريان وانديه كتيره. احنا قلنا الكلام ده قبل كده بس انا عايزك تقول لي الجديد. يعني اديني حاجات اللي انت ما بتقولهاش قبل كده. الاهلي والزمالك ومش عارف والاسماعيلي وعايزين ياسر ريان وياسر ريان منتخب مكسر الدنيا ياسر لا ريان. لا انا قصه اصلا انا قبل ما اروح الاهلي اصلا الزمالك كان طالبني كابتن فاروق جعفر. رحت قعدت معاه في دار من الدور. كان معايا ديفيد مقاي كان هو المدير الفني وكنا مسافرين تاني يوم مسافرين برشلونه. تمام. فقال لي ياسر انت اعمل حسابك انت موجود معانا احنا هنرجع احنا خدنا الدوري سنة 91 تقريبا 91 خدوا الدوري الزمالك وقال لي انت موجود معانا خلاص يعني الموضوع مقفول. وانا بالنسبه لي من جوايا الاهلي ما طلبنيش ودي خطوه بالنسبه لي كويسه. اكيد مش معنى كده ان انا لو لعبت للزمالك ما كنتش هبقى هلعب ليه. لا هلعب. ده النادي الاهلي علمنا حتى دي كمان ان انا اروح لاي مكان لازم انتمي ليه. ف بس ما كنتش تبقى ياسر ريان. طبعا النادي الاهلي مش تقليلا برضه عشان لا 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 لا, لا ما احترمنا الجميع. يعني مش عايزين برضه نادي الزمالك نادي كبير ونادي ليه شعبيته وكل حاجه بس النادي الاهلي. لا 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 النادي الزمالك نادي كبير طبعا. النادي الاهلي ليه مذاق تاني. كابتن مستر مانويل الجزيره لما كان معايا فبقول له كان مين اللعيب اللي نفسك تجيبه؟ قال لي شيكابالا. بس للاسف هو راح الزمالك يعني فضل في الزمالك بعد ما مضى للنادي الاهلي وطبعا قال كل احترام للزمالك وكده وكده لكن هو عارف مواصفات اللعيب. بالظبط. عارف امتى يبقى لعيب جامد جدا وازاي يكبر وفي اي مكان يكبر. بالظبط. مع احترامنا طبعا نادي الزمالك. طبعا كبير ونادي فانت كبير. عارف لما يجي لك تاني يوم الكابتن صالح سليم يطلبني او يجي لك ما كانش لسه الموبايلات موجوده ويجي لي رساله عن طريق الاستاذ جمال هلال الموجود ويتصلوا بيا ويعرفوا يوصلوا يجيبوني في نفس اليوم اللي المهندس عادل القيعي عرف ازاي الزمالك جالي عارف منين مين وانت عارف لا يعني انت لا زمان كمان الوضع مش دلوقتي وقت ممكن اعرف اجيبك عن طريق حاجات كتير زمان هتجيبني عن طريق تليفون الارض يخرج مفيش موبايلات لا ده ما شاء الله لا ده تعب لا خلي بالك ده تعب معايا في صفقتي تعب بس احلى موقف قابلني احلى موقف وما زلت كنت قال لي ياسر هو الاستاذ ربنا يديله الصحه ابراهيم المعلم قال لي ايه بقى؟ قال لي احنا خلاص احنا متفقين نادي المنصوره هيطلع الاستغناء للنادي الاهلي. هنتقابل في جزيره الورد، بس انا عشان اروح اقابل المهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المعلم هنتقابل فين؟ في طنطا. هنتقابل في طنطا، انا هروح اجيبهم من طنطا عشان نمشي ورا بعض نروح جزيره الورد. تمام. فهنا رايح قال لي هنتقابل عند ايه؟ محلات السيد اللي بتبقى في المحلات كلها بتاعت الحلويات دي السيد قال لك هنتقابل فين؟ هنتقابل عند محل السيد البدوي انا رحت ده المهندس عدلي المهندس عدلي رحت طنطا لقيت كل المحلات مكتوب عليها السيد البدوي فانا رحت المحلات دي كلها فانا اروح اقل محل فيهم. طب استنى بقى نرحب بملك الصفقات المهندس ومهندسنا الجميل المهندس الكبير مهندس الصفقات مهندس عدلي القيعي اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ازيك كابتن عبد الحميد وازاي كابتن ياسر؟ ازيك يا باشمهندس؟ ده انا مش عايز اقول لك انا احسد نفسي ان انا كده مداخلتين في اسبوع حاجه بصراحه يعني حاجه تفرح. لا ده جميل. يا حبيبي ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ الله يخليك. طمنا عليك الاول. لا انا بخير الحمد لله. يعني انا بحاول اتعلم منك كده لما الضيوف بتدخل لك وتقعد تجيبهم واحده واحده عشان تاخد منهم اخبار. هاخد من انا ايه؟ مش هينفع. لا لا انا اللي عايز اخد منه. انت عايز تاخد. ما التانيين بيبقوا ضيوف بقى انا مش ضيف انا صاحب بيت. طبعا صاحب بيت طبعا. ياسر كان لسه دلوقتي بيقول على الموقف اللي حصل مع حضرتك وبيقول ان حضرتك تعبت جدا جدا في صفقه ياسر ريان. لا هو وانا لحقت في الاخر هو بيقول لك قال لي بلاش نتقابل في منصور في المنصوره تجي لي في طنطا فعند محلات الحلويات دي السيد البدوي لا محل شهير كده يعني بس مش عايزين نقول الاسماء يعني. تمام. فالمهم يعني انا ايه السبب في هذا الكلام؟ ان انا قبليها بشهر كلمني اللي هو ابراهيم مجاهد قال لي خلاص احنا موافقين وتعالى خلص وبتاع وطلبت من صلاح حسني قلت له صلاح يعني جهز فلوس عشان نديله فلوس وناخد الاستغناء واحنا قاعدين. تمام. هو بقى المنصوره دي يعني بلد ليها خصوصيتها اكيد وهو كان ابراهيم اللي هو ابراهيم مجاهد راجل شاطر قوي يعني.
فراح مسرب ان انا جاي اخلص فئات الرايه. لقيت دخلت البلد انا وصلاح حسني لقيت الناس بتحيط بنادي المنصوره. المهم يعني ما خلصناش يوميها. تمام. قالوا لا وبتاع وما تسيبوش ومش عارف ايه الكلام ده. فلما جاي بعديها بشهر بيقول لي يعني عايزين نخلص بقى وبتاع. قلت له مش هروح المنصوره. عايزين نخلص تعالى قابلني في طنطا. ارض محايد. وقلت لياسر هذا الكلام. كان الخلاف كله على 25,000، احنا وصلنا 125 وهم طلبوا 150. كابتن سبحان قال لي بص يا عادلي احنا عرضنا 100 فقالوا 125. عرضنا وفقنا على 125 النهارده بيقولوا 150. انا مش موافق. وقلت له كابتن الولد دلوقتي يعني هو بيع كل الدنيا عشاننا. فياسر قال لي انا مستعد ادفع حاجه يعني انتوا مش هتدوني فلوس. فكابتن قال لي طبعا هنديله بس اذا كان بقى هو عايز يتبرع الشيك يطلع باسمه وهو حر فيه عشان ما يجيش يقول انا ما خدتش من الاهلي حاجه. قلت له خلاص. الله الله. فانا بقى حبيت اعمل يعني ايه صعب عليا ياسر. طلعت طب يا كابتن هنطلع شيك ب 125 وهنطلع شيكين واحد ب 20 وواحد ب 5 والاثنين باسم ياسر. قال لي ليه؟ قلت له يعني هحاول اخليه يحتفظ بابو خمسه ده. قال له سيبوا له ابو خمسه ده. يعني الراجل عايز يشتري بدله عايز يشتري بتاع يخش كده عيل على الاهلي وفرحه من راح النادي الاهلي. لا ده حقيقه مش فرصه. المهم قابلني ولما رحنا تاني يوم للكابتن صالح. رحنا بقى اتقابلنا في طنطا. في كافيتيريا كده على الطريق. وبعدين جم الناس وامين الصندوق والمفوضين يعني من نادي المنصور. فانا بطلع على 125 قلت له ده النادي هيدفعه. فقال لا احنا متفقين على كذا. قلت له ما هو ياسر طالع له شيكين دلوقتي واحد ب 20 وواحد ب 5 انت عايز يا ياسر؟ قال لي خلاص اديله يا باشمهندس اللي هم عايزينه. قلت له ادي 20 سيبوا له بقى الخمسه دقايق. راح خاطف الشيك من ايدي قابلني الشيكين والله. قال لي انت عايز تجيب لنا وجع دماغ ليه؟ راح ناتش الشيكين من ايدي بطريقه ضحكتني وضحكت ياسر يعني. قلت له يا عم بس سيبوا له ده. قال لي لا 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 مش هينفع خلاص. انا يعني الحقيقه ياسر كان حريص جدا ان ينجي النادي الاهلي. اكيد اكيد يا باشمهندس اكيد. لا ده مره عمل فيا حاجه ما تتنسيش. قول لي بقى. كل شويه كنت بتصل بيه. هو بقى كان من قلقه. يا حاج اي وقت يجي في دماغه يقلق من نوم بالليل يروح في اسبانيا. وانا في اسبانيا انا عند حماتي. وكنا بايتين يوميها عندها 6 الفجر. ما اعرفش جاب التليفون بتاع حماتي منين. بس والله مش انا استنتك معاه فعلا والله ده حقيقي. الله ياسر يا ابني انت مش سافرت؟ كان مسافرين العمل. عمال كده ما تتعب مع احمد برضه. مسافرين العمل الاولمبيا. قال لي لا لا ما انا جبت التليفون ما فيش اخبار. قلت له اخبار يعني. بس احمد مش تعبك في النادي الاهلي. قلت له عبت عندي اخبار الساعه 6 الفجر يا ياسر. ارجع تلاقي اخبار كويسه. ربنا يديك الصحه يا باشمهندس والله. الله يخليك. يعني باشمهندس استغل وجود حضرتك معايا واسالك بس سؤالين. اصعب صفقه عملتها في تاريخك؟ لا 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 بعيد بعيد عن النادي. لا 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 بعيد عن النادي. اصعب صفقه عملتها في تاريخ المهندس عادل الكويت؟ شوف هي مش الصعوبه انما اطول صفقه بالتاكيد هما صفقتين. اللي هو يعني الكابتن احمد حسن والكابتن محمد بركات. كابتن بركات من سنه 90 وهو عنده 15 سنه وانا بحاول اجيبه النادي الاهلي. شوف بقى جه سنه 2000 بعدها ب 15 سنه. لما كان في السكه واتصاب وراح الاسماعيلي. يعني سنه 91 كانت 91 من 91 وانا بحاول اجيب النادي اللي جبتها بعديها جبته بعديها بحوالي 13 14 سنه. نفس الشيء كابتن احمد حسن وهو في مغاره وانا بحاول اجيبه. لكن طبعا وقتها كان الاسماعيلاوي الرهيب السياسي الداهيه القريب الدكتور عبد المنعم عماره. بقى الدكتور عبد المنعم طبعا طبعا.
راح واخده وده الاسماعيلي ومطلع لهم اعانات وبتاع بس، وبقيه القصص معروفه بقى. يروح تركيا روح وراه، يروح مش هسيبك انا مش هسيبك. لا ماما ما بزهقش يا باشمهندس، والله ما بزهقش. لحد ما راح بقى بلجيكا وخلصنا بقى هناك من ربنا يديك الصحه يا باشمهندس. طب صفقه كان نفسك اخر سؤال ده، صفقه كان نفسك تجيبها الاهلي وما جاتش كحضرتك انت كعدل كويس انت؟ بندي كانت مكارثي، اللي اسمه بيني بتاع جنوب افريقيا مكارثي، وانا بخلص فيه اياكس اخلص فيه يا خبر، وقعد عنده سنه وباعوا الارسنال، وبعد ارسنال بقى يعني بقى اسطوره من اساطير الكره الافريقيه ونجح نجاح مبهر جدا. ده كان كنت بخلص فيه وهو عنده 18 سنه واقتربنا جدا جدا، بس يعني اياكس سبق بقى، احنا وصلنا 250 الف دولار وقتها، وده كان رقم خزعبالي يعني كبير. طبعا طبعا هم دفعوا 900 الف، قعد عندهم 6 اشهر معه 7 مليون. خبر ابيض شمهندس. ده كان من اللعيبه طبعا. انا نفسي اقعد اسالك بس انا مش عايز اطول عليك، انا ببقى سعيد جدا وحضرتك معايا يعني في اي مكان بصراحه، في مداخله ان شاء الله، ان شاء الله تيجي تشرفني نفسي. حلوه دي، انا نفسي وتيجي تيجي بقى تيجي معايا. لغه جديده دي. اه والله انا نفسي بجد تشرفني يعني، والناس كلها تبقى نعمل حوار بقى للمهندس عادل الفاعم. اسمع بس انا موافق. استاذن ابراهيم المنيسي. انا موافق. دايما بتنورني وبتشرفني يا جماعه جدا. شكرا ربنا يوفق الجميع. ربنا يخليك مهندس عادل الكوعي، يعني محب والعاشق نادي الاهلي. شكرا جدا لحضرتك. تيجي نشوف راي الناس بقى في كابتن ياسر ريان. يلا نطلع نشوف راي الجمهور في كابتن ياسر ريان ونرجع لحضراتكم على طول. والله كابتن ياسر ريان من جيل التسعينات، كان لعيب مؤثر جدا مع النادي الاهلي، جه في فتره خد من اسرع اللعيبه في العالم. والميزه كمان في كابتن ياسر ان هو كان بيلعب باك رايت وبيلعب باك ليفت، لانه كان بيلعب رجليه الاثنين، فدي كانت ميزه كانت كويسه جدا في كابتن ياسر، وان شاء الله اتمنى له التوفيق الفتره الجايه باذن الله. كابتن ياسر ريان طبعا كان من احسن اللعيبه اللي موجودين في الجيل بتاعه، وكان عامل مؤثر جدا في النادي الاهلي. وكابتن ياسر ريان طبعا اللعيبه الكبار قوي كانوا في نجوم النادي الاهلي. انا اتذكر ان تسوبل كان عامل تريكه ماتش الزمالك سنه 98 عن طريق ياسر ريان، انه حطه فتح بيه الخط كامل ناحيه الشمال، كان لعب هاف ليفت هو ساعتها. تمام. كان لخبط حسابات الزمالك تماما بلاعب واحد، وهو عن طريقه جه جونين، جون حسام وجون ابراهيم. طبعا كابتن ياسر قامه كبيره طبعا وكلنا عارفينه، وكفايه ان هو ساهم في بطولات كتير للنادي الاهلي وحقق انتصارات كتيره وكان لعيب مؤثر. كابتن ياسر ريان كان من اللعيبه القليله اللي كانت باكات شمال وبتحرز اهداف مهمه واهداف مؤثره مع منتخب مصر والنادي الاهلي. انا شايف ان اجيال كتير جدا بتحاول تتعلم من كابتن ياسر ريان في المركز دوت، وان شاء الله يكون ابنه كمان احمد ياسر ريان وامتداد ليه. هو هداف يعني، او هو مهاجم مركز تاني غير باباه، بس ان شاء الله يكون بنجوميه كابتن ياسر ريان. اهلا بحضراتكم من جديد، يعني ايه رايك؟ لا كلام محترم طبعا، وده انا قلت لك وده حب الجمهور لينا، وده اللي بيبقى لنا طبعا بعد ما احنا بنعتزل الكوره. وده الطبيعي حب الجمهور عامه لعيبه النادي الاهلي، خاصه لعيبه الكوره يعني. فده الطبيعي اللي احنا في الاخر، عشان كده بنقول احنا بنبقى في الاخر واحنا بنعتزل او احنا بنبطل، اهم حاجه نسيب بصمه الناس تبقى فاكرنا بيها، بصمه تحترم، بصمه الناس تبقى تحبنا تفتكرنا، ما نعملش حاجه تسيء لينا ولا تسيء للمكان اللي احنا بنبقى فيه. تمام. يعني تفتكر اول مره الراحل الكبير العظيم صالح سليم كلمك فيها وقعدت معاه فيها؟ ده هو قال لي كلمه ما انساهاش، قال لي بص يا ياسر انا ابني ما اتفرجتش عليك، كان لسه برضه يعني ماتشاتنا مش مذاعه غير ماتشات الاهلي، قال لي بس الناس كلها متفقه ان انت لعيب كوره كويس، يبقى انت لعيب كوره كويس. يعني شوف، يعني الناس متفقه ان انت لعيب كوره كويس، يبقى انت لعيب كوره كويس، بس عايز منك حاجه،
انا امكانياتي مش زي امكانيات الزمالك. انت لو عايز تلعب للنادي الاهلي تطلع تاني يوم كده في اي جورنال من الجرايد تقول انا مش لاعب غير الاهلي. كانت لسه الموضوع لسه كنا مسافرين لسه نعمل معسكر في ايطاليا وبعد كده رايحين اسبانيا الاولمبيه. فقابلت مين؟ قابلت الاستاذ ايمن بدره تاني يوم كان بيجينا قبل ما نسافر برشلونه تقريبا. وسافر معانا برشلونه السنه. فلقيته بيقول لي، قلت له ايمن خد الخبر ده على لساني، انا مش لاعب غير النادي الاهلي. فقام كاتب في اخبار الرياضه انا مش ناسي المانشيت، ريان للاهلي وجابر للزمالك. جابر ده كان لعيب محمد جابر ده في من شبين، لعيب مش من شبين وكان الزمالك عايزينه. ده كابتن محمد جابر اللي هو عمر؟ لا محمد جابر ده كان لعيب في شبين. تمام. في جنه. فهو راح الزمالك كان المانشيت كده، وانا لسه ما كنتش خلصت موضوعي. بس انا قال لي سبق عشان اي حد عايزك يبقى الباب ده اتقفل. وبعد كده سافرت، كان مين المدير الفني معانا منتخب الكابتن محمود سعد. وانت عارف حب نادي الزمالك. وما كانش ما يقراش الخبر ده في مصر، اقرا الخبر ده في روما في ايطاليا. حتى بيقول لي في اخبار الرياضه هناك انت عارف بيتوزع الجرايد المصريه بتبقى في العيار. لا في هناك في المصريين. تمام. اخذ شاف المانشيت حتى بيقول لي بيوريه لي وانا في الاتوبيس. قلت له خلاص انا وصلت هنا ايطاليا مش هتعرف ترجعها لمصر خلاص. عشان تكمل احنا عندنا اولمبيات. فانا كنت عايز ابقى موجود في الاولمبيات. مش معنى كده اللي كان هبشي، بس برضو كان هو نفسه اروح انا كمان نادي الزمالك. يعني خلاص دخلت نادي الاهلي ودخلت اجواء نادي الاهلي، النجوم اللي شفتها وكنت قاعد بقى انا قاعد مذهول. انا قاعد والله كنت قعدت حوالي اسبوع 10 ايام في فندق من الفنادق اللي جنب مصر في جنب النادي الاهلي. مش متخيل انت مش متخيل انت بتشوف فجاه لقيت مع ناس انت بتشوفها اصلا ما فيش اسبوع واتنين كنت شايفهم قدامك في التلفزيون ومتابع انا ماتشات الاهلي على طول على طول. اللي انت تلعب معاهم ده على فكره بيحصل لك عدم توازن شويه. هل انت بتحلم؟ هل الموقف اللي انت فيه مظبوط؟ انا اللي بقول لك عشان انا عشته صح. انت بتمرن جنبك نجوم كتير، وكان في السنه دي كمان الكابتن عصام وكابتن ابراهيم جايين من نيوشاتل السويسري، وفي ايمن شاو وفي شوبير وفي علاء صادق وفي بدر رجب وفي كتير. انت بتتكلم وكابتن احمد صادق كان موجود في السنه كتير انت بتتكلم. فانا حتى اول ماتش ليا كان الاتحاد في اسكندريه. الاعلام مسيطني والدنيا مسيطره وانا حاسس ان انا ما مش موجود في الماتش اصلا. يعني انا حاسس وكسبنا 2-0 بس انا ما اقول لك عدم توازن. بعد كده كسبنا الماتش ده. بعد كده بقى انا ايه بدات كان لسه الشكل بتاعك برضه ايه لسه بدات اتعرفت فين بقى. بعدين تاني ماتش بنلعب ماتشاتنا كانت في المولود العرب. مش في استاد القاهره، كان في مشكله في الاستاد فبنلعب في الاهلي بيلعب في المولود. بنلعب السكه الحديد بدأ ايه عرفت بقى ايه النادي الاهلي. اللي انا كنت متعود اخسر ماتش في المنصوره واتعادل ماتش واكسب ماتش والدنيا حلوه يعني ماشي انا عايز اقعد في الدوري. مع النادي الاهلي موضوع مختلف تماما. اول ما تعادلنا ماتش لقيت لك بقى الناس وانا في الشارع اللي بدات الناس ايه اللي يلسن بقى واللي يتكلم واللي يقول لك مش عارف ايه. الله 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 احنا متهوناش على كده يا جماعه احنا ما لحقناش لسه مش فمن يومها بقيت مضغوط بقى خلاص اتعودت في مع النادي الاهلي اللي انا كل ماتشاتي عارف اللي ما ينفعش نخسر. انت بتعرضوا صور اهي برضه ده كابتن مصطفى يونس ومستر فاتسا ومع المنتخب. كنت لسه في نادي المنصوره. الصوره اللي قبلها كان الكابتن علاء عبد الصالح مع كاس مصر وشكرا. كاس مصر انبي. لا ده غير انبي انا لا. لا طب هات الصوره دي اللي قبلها كده. ده قابلني ايهاب وهو صغير وفيليكس والكابتن اسامه عرابي. يا خبر ابيض. ده ايهاب الصغير ايهاب الكبير دلوقتي. أيوة اللي هو اكبر من احمد. ده احمد. بس انا شفت المهندس ماجد نجاتي في الصوره. لا ده لا لا ده الكاس ده كنا واخدينه من المنصوره فعلا. ده صوره الله يرحمه احمد فهمي وهادي خشب. انت خدت معانا كاس مصر؟ لا ما كنتش معاك انا. تمام. ده عمرو انور واحمد فهمي الله يرحمه. ده والد الله يرحمه برضه. الله يرحمه احسن اليه. الله يرحمه احسن اليه. هو مات امتى يا كابتن ياسر؟ من 3 سنين. الله يرحمه. الله يرحمه. ده وانا في نادي المنصوره. ده بدايه اول فتره مع نادي المنصوره. قول لي رد فعل ده ايهاب وهو صغير. نخلص الصور. رد فعل والدك تحديدا لما جيت النادي الاهلي. لا كان بص يا ميدو انت بتتخيل انت اي حد اي اسره ابن انت رايح النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا. وخاصه اللي هي الفرق الاقاليم انت عارف او الناس اللي في الاقاليم زي المنصوره والمدن
بتاعتنا بتبقى فرحانه ان انت النادي الاهلي. مين ما بيحبش النادي الاهلي اصلا؟ فاهم اقصد ايه؟ مين ما بيحبش النادي الاهلي؟ حتى لو بيشجع فريق تاني برضه بيحب النادي الاهلي ويحب يتفرج على النادي الاهلي، حتى لو هو بيشجع اي فريق تاني. والمنصوره معروفه اصلا اهلاويه. اه طبعا اهلاويه. اه لا ده اهلاويه اهلاويه. فده ف كانوا كله انت بتتكلم على ناس فرحانه اللي ابنهم برضه في النادي الاهلي. بس انا خدت من النادي الاهلي ايه بقى؟ خدت منه الروح، خدت منه اللي احنا الروح الانزاميه دي مش عندنا. لازم ناخد بطوله، لو خسرنا ماتش ازاي نلم نفسنا بسرعه وازاي نبقى موجودين في كان برضه ما شاء الله عندنا في الجيل بتاعنا كابتن شوبير وكابتن علاء وكابتن في مش عايز انسى حد عشان كانوا اجيال عظيمه. على طول تاني يوم نتعادل الماتش او يحصل ضرب حتى لو كسبانين الماتش والنتيجه مش حلوه وفي قلق على طول بنلم بعض. ففي حاجات كتير قوي احنا استفدنا من النادي الاهلي. فالنادي الاهلي ده مهما انا اتكلم عليه النادي الاهلي احنا مش بنقول احنا عايزين نجيب بطولات النادي الاهلي. احنا اللي عايزين نجيب بطولات لنفسنا، احنا اللي عايزين نقعد في الانجازات ده على طول. عشان كده احنا بنروح اي مكان احنا بنفتخر ان احنا خدنا مع النادي الاهلي بطولات، بنفتخر مع النادي الاهلي اللي هو كان بيودينا من خلال النادي الاهلي المنتخب. واسهل بوابه ما شاء الله توصل فيها منتخب مصر هو النادي الاهلي. تمام. مش اسهل يعني قريبه قوي. ما اسهل. اه بالظبط. انا معاك اسهل. خلينا في اسهل فعلا لان هي فعلا هي اسهل. طب نروح لفاصل. اتفضل. ونرجع نشوف النجم المحبب لقلب ياسر ريان الاهلاوي قبل ما يروح نادي الاهلي. اتفضل. اتفضل. يلا يا جماعه. الأهلي أعظم نادي في الكون. انتظروا مباراة الأهلي ومنان الجابون في الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا فقط وحصريا على قناة الأهلي. انتظرونا ونقل حصري لبطولة أفريقيا لكرة الطائرة سيدات. بداية من 6 مارس وحتى 16 مارس فقط وحصريا على قناة الأهلي. انتظرونا انطلاقة جديدة لقناة الأهلي، برامج جديدة لكل الأهلوية بروح الفانيلا الحمراء. قريبا على قناة الأهلي. علشان الأهلي فريق عالمي ومنافسيه جوه وبره مصر، هنتابع معاكم كل اخبار الدوريات العالميه وكواليسها. الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني والفرنسي على قناه الاهلي. مع وارن سوكر مش هتفوت لحظه في الدوريات العالميه. وورلد سوكر الجمعه الساعه 9 مساء على قناه الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنت بسال النجم ياسر ريان في الاهلي في كل مكان، مين هو النجم المحبوب لقلب ياسر ريان قبل انتقالك للنادي الاهلي؟
النجم المحبوب بالنسبة لي انت عارف اللي هو خلينا نحب الكرة كلها مثلا كابتن محمود خطيب يعني ده من اللعيبة اللي احنا انا كنت من عشاقه يعني انا طول عمري احب كابتن محمود خطيب حب هو برضو من اللي حبب الاجيال الصغيرة كلها ده من اللعيبة اللي انا يعني كان بيحبه جدا وحتى انا كنت البس رقم 10 وانزل في الشارع اعمل جاب جون معين عمل كرة بالكعب في ماتش افريقيا كنت بنزل واحنا صغيرين بنحب نقلده فده اللي احنا اللي انا خلاني احب النادي الاهلي ففي لعيبه ممكن تحبك في النادي الاهلي وكنت بتشوف نفسك في مين بقى في لعيبه النادي الاهلي انا كنت بشوف نفسي في كابتن ناصر محمد علي الله يرحمه ناولين الله يرحمه يعني ده انا كان حاسس ان انا ده ستايلي كابتن عماد سليمان في الاسماعيلي برضو انا كده في ناس كانت ستايلي كنت بحس ان انا قريب منهم شويه برضو الكابتن مختار ستايل يعني في ناس كده قريبه من شكل لعبي من معاهم بس اكتر واحد كنت بحب لعبه وستايل وشكلي كان الله يرحمه المرحوم ناصر محمد علي كنت بحب لعبه جدا الله يرحمه ويحسن اليه لما كنت في المنصوره وفي ناشئين وفي الفريق الاول كنت عندك يقين انت ممكن تروح نادي الاهلي خالص لا خالص ولا بعيد خالص عن خيالي بعيد خالص حتى لما رحت المنتخبات ورحت وكنت في المنتخبات برضو مش في دماغي خالص اللي انا اروح مش ما كانش زي الوقت الموضوع الاحتراف او مين اول واحد قال لك ممكن تلعب في نادي الاهلي لا ما فيش اصلا يعني انا عارف اللي يجي اللي على بال المهندس عادل القيعة والنادي الاهلي اللي هم عايزين دي كانت مش في خيالي حتى من اللعيبه زمايلك في المنصوره مفيش حد قال لك انت ممكن تلعب في الاهلي لا خالص برضه يعني انا بقول لك الموقف بالنسبه لي زي ما انت بتحكي لي كده فعلا بامانه بلعب بروح منتخب اولمبو وبروح ماتشات وبلعب المنصوره وعامل ماتشات كويسه قوي مع المنصوره جايب في الاهلي جون وفي المصري وفي المقاولين ورايح جاي كتير وفي الاولمبي في الوقت ده كان في الدوري طب المنتخب الاولمبي كان معاك لعيبه من النادي الاهلي اكيد طبعا كان معايا هادي خشبه معايا محمد يوسف كان هو كابتن بتاعنا حد كلمك فيهم قال لك مثلا انت تيجي عندنا لا انا رحت الاهلي وانا صغير اصلا ما انا رحت الاهلي يعني قبل ما اروح الاهلي وانا كبير رحت وانا صغير برضه الكابتن فتحي مبروك قلت له كابتن فتحي كان هو اللي موجود شوفني لا انا كنت بروح كان عندنا دوري مدارس تمام في مركز شباب الجزيره اخلص الدوري واقوم رايح على مركز على النادي الاهلي فكابتن فتحي قال لي يا ابني الموضوع هيبقى صعب جدا ونادي المنصوره ما اعرفش هتبقى طلبات قلت له ما تجرب يا كابتن ادخل شوف الاول عايزين ايه قال لي لا ياسر انا مش هقدر خلينا ان شاء الله قدامه والموضوع خلاص قفل فرجعت تاني بقى كملت مع نادي المنصوره جالنا كابتن عصام باجي الله يرحمه مع نادي المنصوره وبدات الحمد لله عندي الاستمراريه في ايه بقى اللي انا عايز ابقى لعيب كويس ابقى في المنتخب الاولمبي اروح منتخب عسكري تاخدها خطوه خطوه بس الكابتن جوهري بقى هو اللي كان بيخليه هو اللي كان عنده رؤيه تانية ليا الله يرحمه كابتن جوهري عنده رؤيه تانية عشان كده كان واخدني في البطوله العربيه في سوريا وانا لسه في نادي المنصوره رحت منتخب عسكري في الاول وانا في نادي المنصوره في الاول الماتشات الاولانيه يعني في ماتشات انا لعبتها دوليه وانا في موجود مع نادي المنصوره ومنتخب الاولمبي كل الفتره مع منتخب الاولمبي على فكره في نادي المنصوره ما كنتش في النادي الاهلي تمام اشتكيت من ألان هاريس؟ طبعا ألان هاريس اول ما جه النادي الاهلي لقيته هو عندهم الطريقه الانجليزيه وهو بيكلمك ومطلع لسانه كده على عند بق وانت عارف احنا مش انت لما تكون في النادي الاهلي وما بتلعبش دي بتبقى مشكله فلقيته جاي بيقول لي مع كابتن شطه بيترجم له كابتن شطه كان معاه في الجهاز قال لي انت اعمل حسابك انت بنسبه كبيره ما انتش موجود مع الفتره اللي جايه فبقول له ليه؟ قال لي علشان هو عايز واحد يكون اشول بيلعب ناحيه الشمال واحد اشول بيلعب ناحيه الشمال قلت له طب ايه المشكله ما انا طول عمري بدع عدلتي قال لي لا بس قلت له بقول لك ايه بقى كده على طول كده قلت له ترجم له بقى هلعب بص مش عايز اقول لك اللي دار بينه وبينه بقى قلت له هلعب اشتكيته لمين ها اشتكيته لمين ما اشتكيتش قلت له هلعب انا عارف هلعب ما اشتكيتش لحد ما انا عشان كده انت جبت كام جون كل الاجوان اللي انا جبتها اغلبيه الاجوان اللي جبتها مع ألان هاريس ماتش المريخ السودان اللي انت دلوقتي جبته كان مع ألان هاريس جون الاتحاد في المنصوره عشان كان لنا ماتش منقول بره برده جبت معاه هدف ماتش بامبا التنزاني جبت معاه هدف كل ما ينزل لك جون عارف عمل ايه الانجليزي على فكره من نوع اللي هو لما بيبقى غلطان ولا حاجه بيعترف مش مثلا عندنا يقول لك لا خلاص كبر دماغك لا لقيته جمع اللعيبه كلها وقال لك انا بعتذر لياسر الراجل ده ثبت اللي هو عايز يلعب ولعب الوحيد اللي كان اللعيبه لما احنا عندنا كان زمان قال الهرس ده وانت بتلف ال10 دقايق الاولانيين يندهلك لو انت هتلعب بترجع لنا واحنا بنجري بتضحك نقول لك انت هتبتدي بكره جاي الوش مقلوب يعني انت ايه مش هتلعب مش موجود
عمره ما كان بيندهلي بعد كده. خلاص انا اللعيب اللي كان الوحيد اللي كان ما يندهليش خلاص. انا موجود تلعب. موجود احتياطه وموجود اساسا موجود معاه في السكور. مين اقرب واحد لياسر ريان بره الكوره؟ يعني في لا في ناس زمايل كتير موجودين على يعني انا بحب الكابتن محمد رمضان. لا لا بره الكوره. بره الكوره خلاص لا صديقي الحاج سيد عبد العليم ده صاحبي وصديقي وماسك مدير اقليمي في شركات اللي هي الشركه السعوديه ده من اقرب الناس اللي هي سواء شخص او اسر يعني. طب رحب بيه وسمعنا حاج سيد. يا حاج سيد الو. يا حاج سيد. حاج سيد عبد العليم مساء الفل. بخير كابتن ده صحتك عامل ايه؟ بخير والله الحمد لله. كل سنه وانت طيب. هو مش عارف معانا اللي احنا معانا على الهوا ولا مش عارف؟ اه عارف ان احنا على الهوا. احنا على الهوا ومعانا كابتن ياسر ريان صاحب عمرك زي ما هو بيقول. انا بتفرج عليك والله طبعا كابتن. اه شوف ده الراجل بيتفرج كمان. يعني ايه سر الصحوبيه الجامده دي يا حاج سيد؟ والله طيبه قلبه. طيبه قلبه. كابتن ياسر من الناس اللي يعني طيب القلب قوي وبعدين يعني خدوم بيحب صاحبه جدا 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 يعني. ومن ساعه انا ما اتقابلت معاه وعلى فكره يمكن انا ما اتقابلت معاه كنت انت معاه برضه ده والله يعني من حسن حظي. ايام امبي. تمام تمام. يعني انتوا عارفين بعض بقالكم كام سنه يا حاج؟ دخلت في 4-5 لا دلوقتي يمكن اكتر من 15 سنه. 15 سنه. يعني اكتر مره جه ياسر ريان اشتكى لك قال لك يا حاج سيد انا عندي مشكله في الكوره كانت فاكرها ولا مش فاكرها؟ لا بصراحه يعني خلاص انا كبرت على لكن هو متعاش معايا يعني الفتره الاخيره اكتر حاجه بقى لنا 4-5 سنين في اللي هو متعاش مع اولاده اكتر وقت بقى يعني هو متابع ايهاب واحمد اكتر يعني حتى ما بيحصل اي حاجه او هو عايز يقول اي نصيحه هو يتصل بيهم او يكلمني هو ينصح وانا ماسكين طنطا انا والكابتن اسامة عربي برضو كان يتصل بيا يعني هو متابع ليا عامه متابع جيد جدا وعارف اخباري فده من الناس اللي كان اللي هي وبيديني النصيحه وانه بيديك النصيحه بدون مقابل مش مستني حاجه يعني تمام. فمن الناس اللي انا بعتز بيها جدا. تمام تمام. حاج سيد يعني تقول ايه ياسر ريان لان وقتنا للاسف انتهى. انا بقوله طبعا ربنا يوفقك وشوف كده شوفك في احسن حال ويفرحك كده باحمد بهاء كده نشوفكم في منتخب مصر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. حاج سيد عبد العليم صديق كابتن ياسر ريان شكرا جدا ليك. شفت الوقت طار ازاي؟ اه والله. عمال تقول لي مش عارف عايز اقعد. لا بس خلي بالك انا نمت عشان قبل الهوا انا نمت شويه برضه. طيب عشان اعرف اخد ودي معاك. يا رب تكون حلقه عجبتك. لا جدا يا ميدو والله انا سعيد جدا والبرنامج انا بحب الجديد للنادي الاهلي واللي موجود النهارده للاهلي في كل مكان ده حاجه جميله. سعيد اللي فيه حاجه الناس تعرف عننا او حياتنا اكتر لو هم بيسمعوا عن الفرق الثانيه. تمام. نورت وشرفت يا كابتن. شكرا كابتن ميدو. ودايما كده منور ان شاء الله كابتن. وفقك الجاي. شكرا كابتن. شوف احمد كده زي ياسر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. نطلع فاصل وهنستقبل ضيوفنا الكرام النجمان الكبيران جدا الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ محمد القوصي. فاصل واستمر.